بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو ده هو اول فيديوهات حل تمارين المهارات. طبعا في فيديو نازل شرح للجزئيه اللي احنا هنحل عليها النهارده ان شاء الله، وهيكون الشرح ان شاء الله شامل، اكيد في هيظهر اسئله فيها افكار هنشرحها. الجزئيه دي من كتاب ماي نيو فريند، واكيد هي نزلت في جروب المحتوى الخاص، لو انت معايا هتلاقيها موجوده في جروب المحتوى الخاص ان شاء الله. اول سؤال بيقول لك ان انوت ايساي في انه مقال the writer tries to convince. convince يعني ايه يا عم؟ يعني يقنع. خلاص يبقى ده مقال اقناعي. يعني ايه اقناعي؟ يعني persuasive. اتفضل البرسويسيف اهو. امال الاكسبوزيتوري ايه سريعا كده؟ ده المقال التفسيري اللي هو هدفه ان يفسر ظاهره اللي هو بيكون فيه هاو تو او انفورماتيف او اكسبلينز. الكلمات المفتاحيه دي احفظها. ده الاكسبوزيتوري. طب ده اكسبلاناتوري؟ لا احنا قصدنا على الاكسبوزيتوري. ديسكريبتيف دي اللي هو الوصفي اللي بيديني ديتيل ديسكريبشن. السؤال الثاني يا عم، in a persuasive essay في المقال الاقناعي the writer expresses opinions that بيقدم اراء، بتكون الاراء ديت contradict his ideas ضد فكرته ولا cancel بتلغي فكرته ولا بترفض فكرته ولا يا ترى اللي هي support his idea؟ اكيد support، بتدعم فكرته. when writing an essay لما اجي اكتب مقال we بنستخدم كلمه whilst. whilst يعني اسال نفسك، يعني ايه الكلمه اللي هو مديها لنا دي؟ والله whilst يعني بينما، اي كلمه معناها بينما او ولكن، دي بتفيد التناقض. تعال نشوف جيب اوبينيون بدي رايك، لا جيب اوبينيون دي زي مثلا ان ماي اوبينيون اي سي as far as I am concerned وهكذا. جيب سمري دي زي كلمه تو سم اب، ان سمري تو سمرايز. طيب انتروديوس ذا توبيك بتقدم التوبيك، لا امال كلمه وايلست بتفيد التناقض، يبقى جيف كونتراديكتنج او كونتراستنج ايدياز او انفورميشن، يبقى عندك كونتراستنج اهي. السؤال اللي بعد كده رقم 3 4 transition words الكلمات الانتقاليه زي كلمه مثلا due to اللي معناها بسبب، because of معناها بسبب. انا قلت لك كلام خلصان لو الكلمه معناها بسبب او لان، يبقى دي بتفيد الريزن او الكوز. تعال نشوف introduce the result، لا result النتيجه زي مين؟ الكلمات اللي معناها لذلك so واخواتها. give introduce summary ملخص، لا اللي بدي الملخص زي كلمه to sum up و in summarize و to summary الكلام دول. end an essay دي برضه زيها بالظبط to conclude و in conclusion. امال الكلمات دي قلت لي بتفيد الريزن، ادي الريزن اهي في الاختيارات، ادي اختارها وتجري على طول اللي بعدها. السؤال اللي بعد كده رقم 5 بيقول لك وي يوز نوت تو انتروديوس ذا توبيك عشان نقدم التوبيك. طب ما تيجي نشوف كده consequently، لا يا فندم دي بنستخدمها. يعني ايه consequently؟ لذلك. يبقى دي بتفيد ايه يا فندم؟ بتفيد الريزلت، احفظ الكلام ده. طيب توبيك ان سمري دي في الختام، اصل ان سمري يعني باختصار، يبقى في الختام. personally دي لما نحب نعبر عن الاوبينيون. طيب امال ايه الكلمه اللي بتفيد اللي بنستخدمها عشان نعمل تقديم للموضوع to begin with يعني بدايه؟ طيب personally لسه قايل لك حالا personally بتفيد الاوبينيون means in my view او in my opinion او as far as I am concerned. which is the following do we use to end some idea عشان نختتم فكره معينه؟ تعال نترجم طبعا فاينل سيبك منها. whilst معناها بينما، بتفيد ايه؟ بتفيد التناقض اللي هو اسمه contrast. due to معناها لذلك او بسبب، سوري معناها بسبب او لان يعني، فدي اكيد من الكلمات اللي بتفيد الريزن او الكوز زي ما اتفقنا. طب امال firstly دي بنستخدمها عشان introduce يعني نقدم فكره، فبقول لك اولا. لكن كلمه finally ختاما دي بستخدمها عشان end idea اختتم فكره. to move from first idea عشان تنتقل من فكره لفكره، بنستخدم ايه؟ ايه من دول بنستخدمها عشان ننتقل من فكره لفكره؟ اول حاجه to conclude، لا يا فندم دي في الختام عشان دي ختاما. و personally قلت لي قبل كده في الاوبينيون. طيب in my view برضو اوبينيون يا باشا، يبقى اكيد كلمه next. ما هو اصل next معناها بعد ذلك، يعني بنتقل من فكره لفكره. in an essay في المقال بنستخدم ايه؟ to give opinion عشان ندي الراي. whilst بينما، لا يا مستر انت قلت لي whilst معناها بينما او ولكن، يبقى تبع مين؟ تبع الكلمات بتاعت الكونتراست التناقض. طب personally معناها في رايي، يبقى دي opinion. consequently زي كلمه so يبقى بتفيد الريزلت. طب to conclude دي في الختام بتاع المقال. what do we use to introduce a summary of the main point؟ summary ملخص. to conclude معانا to conclude دي معانا، هاتها لي كده اختارها لي to conclude دي معانا عشان ما نجلفش وديجي تاني. in my opinion المفروض انك انت حفظت in my opinion دي بتعبر عن الراي. in turn اخت سو، انا حافظهم كده يا استاذ والله. in turn اخت سو. consequently الناس دي كلها كده بتفيد الريزلت النتيجه. secondly معناها ثانيا، لما نتكلم نقول اولا وثانيا وثالثا، ده في الترتيب. طيب بنستخدم كلمه consequently. consequently دي زي so يعني لذلك، يبقى بتفيد الريزلت. عايز كلمه result هنا، فين result؟ انا بدور عليها تدوير بين الكلمات الاختيارات يا جدعان. introduce the result of something، تفكر معايا كده. introduce an idea قدم فكره، ممكن اقول لك to begin with اي كلمه من دول. give a summary
to summarize in summary. Give reason يعني سبب، سبب أو cause أيهما يعني أي كلمة معناها لأن أو بسبب. والله العظيم موضوع المهارات دي موضوع مضمون وفي جيبك، بس لو ربنا يهديك وتفهم أنت بتعمل إيه. We use to conclude يعني ختاما. طب ليه ختاما؟ عشان نختتم المقال. To introduce a summary of the main idea عشان أقدم ملخص للي أنا قلته كله. تمام. Give the reason أدي سبب، لا أنا عايز مدام reason يبقى أنا عايز كلمة بمعنى لأن. طيب give opinion يبقى أنا عايز يا مستر in my opinion أو in my view أو from my point of view أو كلمة personally. give contrasting عايز أي كلمة معناها ولكن عشان ده تناقض، يبقى احنا اخترنا رقم إيه؟ الإجابة الصحيحة كده رقم إيه؟ another word for finally، finally أخيرا يبقى أكيد lastly اللي هي رقم بي. to introduce a topic عشان نقدم topic بنستخدم إيه؟ firstly أكيد طبعا. طب ليه مش الباقيين؟ أقول دي to conclude يبقى في الختام، finally أختها في الختام، secondly لما أحب أعمل ترتيب. طيب الصفحة اللي بعد كده، الصفحة اللي بعد كده اللي هي دي. طيب هنكبرها شوية على قد ما نقدر عشان الخط يكون واضح. another word for كلمة تانية معناها consequently. consequently يعني لذلك. هات لي أي كلمة بمعنى لذلك كده. أقول لك أنا كلمات so وعندك that's why لو مش حافظهم مش هتعرف تحل. و intern أدي intern يا مستر، والله شرحتها لك على السبورة قبل ما أشوف الأسئلة. due to دي بتفيد reason او الكوز. طب اللي عرفك انها بتفيد كده اصل معناها لان او بسبب، الكلمه دي معناها بسبب، لكن اي كلمه تانية معناها بسبب لان برضو معانا. ان سمري في الملخص، تو كونكلود في الملخص. وي جيف ا ريزن فور سمثينج. بص الراجل بيقول لك ايه، بندي ريزن لسه قايل لك عليها حالا. ريزن يبقى اي كلمه بمعنى لان، يبقى ديو تو، وينفع هنا بيكوز، وينفع كمان بيكوز اوف، اي حاجه من دول. ذا فيرست باراجراف اوف ان ايساي اول باراجراف في المقال المقدم اسمه ان انترودكشن. أمال ذا سكند بودي. طب ذا لاست كونكلوجن. إن ذا مين بودي أوف أن أرجيومنتيف إيساي في المين بودي، البودي بتاع أي مقال في الدنيا. يو رايت باراجرافز تو بتكتب الباراجرافات ليه؟ تو ستارت الإيساي ولا سبورت يور أوبينيون ولا كونكلود يور إيساي ولا انتروديوس يور توبيك؟ لا، انتروديوس يور توبيك دي في الانترودكشن، بتقدم الفكرة في المقدمة. كونكلود يور إيساي لا معلش دي في الكونكلوجن يا عم، كونكلوجن. طب ستارت يور اساي يعني انك تبدا الموضوع، ده انترودكشن. لكن انت بتكتب البودي عشان تدعم افكارك، ما احنا قلنا السبورتنج سنتنسز مكانهم فين؟ في البودي. طيب الجمله اللي بعد كده، ذا ميدل باراجرافز. الميدل الباراجرافات اللي في النص اسمهم ايه يا مستر؟ والله هم اسمهم اسمين عندي في الانجليزي، اسمهم بودي، اسمهم بودي، وساعات بنسميهم بالك. انت مديني من في الاختيارات، ادي بالك، اتفضل يا باشا. ان ذا كونكلوجن وي كان يوز في الكونكلوجن الختام تو سام اب او تو summarize او in short باختصار او in brief باختصار او shortly او to conclude to conclude او in conclusion. كل ده بينفع. ادي كده اول جزئيه. الجزئيه اللي بعد كده طبعا حاجه الترجمه ما لهاش علاقه بالموضوع، مش هنضيع فيها وقت عشان عارفك انت مستني بس المهارات. تعال نشوف ده ايه من دول. is punctuated correctly معمول الترقيم سليم. جمله لونج مان هي برنس من كتاب المدرسه. While did you realize why I was angry with Jamal's brother؟ يعني يا وائل، بص عايزك تفهم الحته دي كده عشان هي حته مهمه، واحنا طبعا هنشرح اللي قابلنا سواء هو تبع المهارات دي ولا لا. عند النداء عندك طريقتين، تجيب الاسم في اول الجمله ونعمل بعده كومه، فاقول لك علي help me، help me يا علي ساعدني، عملنا الكومه دي بمعنى يا. طيب لو هنجيب الاسم في الاخر فنعمل الكومه قبله، فاقول لك help me كما وبعدين علي. يبقى عايزك تفهم حوار النداء ده، احنا نبدا الجمله بالاسم في الاول فنعمل الكومه بعده، طب جبنا الاسم في الاخر نعمل الكومه قبله، وده اللي حصل هنا. انا هنا بقول لك يا وائل، فالمفروض نقول وائل وبعدين كما، فدي بره. طيب هو عمل هنا الكما، بس ده سؤال، هل عمل علامه استفهام في الاخر؟ لا، يبقى دي باظت عشان ديد دي سؤال. طيب هنا وائل وديد يو ريلايز واي اي ووز انجري ويز جمالز براذر، دي مظبوطه. امال ايه اعتراضك على الاخيره يا مستر؟ اعتراضي مش على حاجه خالص، الراجل عمل الكومه، راجل محترم، بدا الجمله بكابيتال يشكر، وده جمله سؤال عامل عن استفهام، والله يشكر جزاه الله خيرا. بس المشكله عند جمال دي، المفروض ان احنا بنقول جمالز براذر، اخو جمال، ناقصين هنا كده ابوستروفي اس بتاعت الملكيه. طيب الصفحه اللي بعد كده الصفحه اللي بعد كده برضو مديني اسئله رايتنج. وبص انا عايزك تركز على الكلمه دي لونج مان، يعني اسئله كتاب المدرسه، اسئله موقع الحكومه. تعال نشوف كده اول سؤال. الراجل did you know that I had been working from home for 2 months حاتم، هل تعرف او عرفت انني كنت اعمل من المنزل لمده شهرين يا حاتم؟ يا
عملنا كوما قبل الاسم تمام، بس ده سؤال ناقص لعلامة استفهام فكده باظت. طب did you know that I had been working from home for 2 months؟ نسي يعمل الكوما هنا باظت. طيب did you know that I'd ناقص ابوستروف هنا باظت. يبقى الجملة الصحيحة كده رقم كام؟ رقم دي هي اللي صح. مستر هو ده مال ده في الرايتنج، انا هشحل جزئية المهارات بالمرة. Not essay is a form of academic writing. كلهم academic writing يا باشا. Which is built around detailed، مش عايز اكمل، ما دام detailed description وصف مفصل يبقى ده الوصف اللي هو descriptive. طب a terrible accident happened in بنها، في حادثة حصلت في بنها. Which of the following compilation show result؟ result يعني ايه؟ يعني نتيجة، عايز أي كلمة بمعنى لذلك يا مستر. طيب والله also دي بتفيد الكونت راست، من عيال خربوش بقى حافظ ان كلمة also معناها برغم، كلمة بط معناها ولكن، يبقى برضو الكونت راست، ما احنا متفقين اي كلمة معناها ولكن او برغم هتفيد الكونتراست. due to معناها بسبب، يبقى دي هتفيد الكوز او الريزن، يبقى انا عايز كلمة so عشان عايز حاجة بمعنى لذلك. احنا كده خلصنا السؤال ده. السؤال اللي بعده بقى الراجل بيسأل سؤال كيوت خالص، بيقول لك ان ارجيومنتيتيف ايسي، المقال الجنرالي، عارف الخط مش واضح بس عذرا الكتاب معايا عامل كده للاسف. ريكاونت ذس ان انسيدنت، حادثه يعني او حادث، ذات ايذر يو اور اذر هاف اكسبيرينسد، بيحكي لك عن موقف حصل لك او حصل لحد غيرك. لا ده حضرتك لما يكون ناريتيف، لا مش ناريتيف، ده اسمه ايه؟ لا مش ناريتيف، ده اسمه ريفلكتيف. ريفلكتيف ايسي، ايه الريفلكتيف ايسي ده؟ الريفلكتيف ايسي ده بيحكي لي عن موقف او تجربه انت مريت بيها وبتحكي لي تفاصيلها، هبقى احكي لها هشرح لكم البتاع ده بعدين. عموما بس ده اعرف ان اسمه ريفلكتيف. طب ريكوايرز يو تو انفستيجيت، يعني تبحث فكره وتقيم الدليل، وست افورث سيت فورس ان ارجيومنت، اصلا مش عايز اكمل، ما دام قال لي ارجيومنت يبقى دي الاجابه. الرايتنج ده بتحل كده، بتلاقي كلمه بتدلك على الموضوع بتروح خاطفها. طب تيلز ذا ريدرز ا ستوري، لا يا مستر ده اسمه ناريتيف اللي هو الروائي. طيب ذات بيلد اراوند ديتيل ديسكريبشن، لا يا مستر ده اسمه ديسكريبتيف، اكيد انت حفظت الكلام ده عشان تخلص منه. يبقى الاجابه كده اصبحت رقم بي. طيب ايه من دول از ا بارت اوف ا بيرسويسيف ايساي، مقال اقناعي، اون ذا نيجاتيف امباكت، الاثر السلبي اوف ذا نيوز اون سوشيال ميديا. ركز كده، انت عايز حاجه بتتكلم عن الاثر السلبي. طيب to start with we should consider that the possible benefits، الفوائد التي يمثلها لنا، لا ما دام فوائد يبقى ده مش اثر سلبي طلع بره. however the constant cycle of news which is mostly bad can make people stressed، الاخبار السيئه ممكن تخلي الناس قلقين، تنفع، ما هو ده اثر سلبي. طيب we can't، ما نقدرش نتجاهل ان كثير من الناس مش مهتمين بالاخبار، ماشي ما هو دي مش اثر سلبي، الناس مش بيسمعوا الاخبار فخلاص ما فيش اثر عليهم ضار. طب اللي بعدها social media plays an important role، بتلعب دور هام في نشر الوعي، ما هو ده مش اثر سلبي، يبقى الاجابه رقم بي الاثر السلبي. انا ايساي ديبندس اون اوبينيون وايموشنز، يخرب بيت كده قلتها لك بيرسويسيف، امال الارجيومنتيتيف بيعتمد على اللوجيك والايفيدنس. طب الناريتيف تيلز ا ستوري والديسكريبتيف بيديني بيديني ديتيل ديسكريبشن، موضوع سهل لطيف وكيوت اقسم بالله. الجزئيه دي بقى حضرتك انا صورتها من كتاب المعاصر، اسئله كده بحيث نتذوق اسئله كل الكتب ونعرف الدنيا فيها ايه. وات از ا باراجراف، من غير ما انزل اشوف الاجابات اصلا انا عارف الباراجراف ده عباره عن مجموعه من الجمل اللي عن فكره واحده. طب ا سيريز اوف توبيك سنتنسز ذات توك اباوت سبيسيفيك، لا هو مش سلسله من التوبيك سنتنسز، اصل مش سلسله من العناوين، ده هو سلسله من الجمل، فانا هفكر في سيريز اوف سنتنسز ذات توك اباوت فارياس، لا ليه انت قلت لي ان هو عباره عن مجموعه من الجمل عن موضوع واحد، انت عارف الفكره بالعربي هتلاقي الدنيا محلوله معاك، يبقى series of sentences that talk about a specific subject. طيب السؤال الثاني sentence is the first sentence of a paragraph، اول جمله في كل paragraph، ركز معايا كده، اول جمله في المقال اسمها thesis. طيب اول الجمله الاولانيه في المقال اسمها thesis، لكن والجمله الرئيسيه كمان في المقال اسمها thesis، امال الجمله الرئيسيه والجمله الاولانيه في الباراجراف اسمها topic sentence، يبقى انا كده عايز topic sentence. طب السؤال اللي بعد كده an a sentence is one of the body sentences of a paragraph، البودي سنتنسز ده في ايه يا مستر؟ في ثلاث حاجات، في توبيك سنتنس انا حافظ طبعا، وبعدين سبورتنج سنتنس، وبعدين كونكلودنج سنتنس. حلو، طيب بيقول لك any sentence is one of the body sentences of a paragraph، اكتف دي لا، كونكلودنج دي السبورتنج دي التوبيك دي طب هو عايز ايه بقى؟ هو السؤال ده اكيد is not مش واحدة من الجمل بتاعت البودي سنت البودي، فتختار له الاكتف دي،
لان انت عندك توبك سنتنس سبورتنج سنتنسز يعني هما الثلاثه موجودين كجمل في الباراجراف، يبقى كده تطلع برضو بره اكتف. ركز معايا، هو هنا المفروض يقول از نوت، ليست واحده منهم. طيب اللي بعد كده رقم 4، not sentence is the sentence that closes a paragraph، بتختتم الباراجراف، يبقى دي اكيد الكونكلوجن، ادي الكونكلودنج. the first note of paragraph is indented، اول ايه في الباراجراف بيكون فيها indent، اول line the first line، او احفظ دي the first line، اول line في اي باراجراف بيكون indented، يعني بنكون سايبين حته فاضيه كده في اول line، في اول خط، في اول سطر. an ideal paragraph has not topic sentences، الباراجراف القياسي بيكون فيه كام topic sentence؟ الطبيعي ان الباراجراف بيكون فيه واحد topic sentence، topic sentence، الباراجراف بيحكي عن topic sentence واحده يبقى 1. طيب a paragraph is supported to have not كام body sentence؟ والله بص يا باشا، انت المفروض ان كل باراجراف بنعمل في البودي جمله واثنين وثلاث، يعني على الاقل اكتر من واحده، يعني more than one. طيب عايز افهم دي كده تاني، انت طبيعه الحال اديتني توبك سنتنس، يعني مثلا هناك اسباب متعدده للارهاب، هتبدا تشرح لي هتديني كام سبب؟ على الاقل هيكونوا ثلاثه، على الاقل يعني هيكون اكتر من واحد، فمش هينفع اقول لك واحد، ومش محددين اثنين، ومش محددين ثلاثه ولا 10 ولا 20، المهم ان هم يكونوا اكتر من واحده. الايديال باراجراف has not concluding sentence، الباراجراف القياسي في كام concluding sentence؟ واحدة طبعا. طيب اللي بعد كده not sentence reinforces the topic of a paragraph، بتعزز التوبيك بتاع الباراجراف. انهي جملة؟ التوبيك سنتنس ولا الكونكلودنج سنتنس ولا السبورتنج؟ السبورتنج ازاي؟ ما انا قلت لك ان هناك انواع مختلفة مثلا التلوث، وبعدين هبدأ ادعم لك الفكرة دي بالجمل الداعمة. Any sentence is a sentence often at the beginning of a paragraph، في أول paragraph أكيد دي topic sentence من غير ما أكمل. أول جملة topic sentence، ما أنا عارف topic sentence supporting concluding يبقى topic. Any sentence give details examples يبقى دي جملة داعمة اللي اسمها supporting. إيه من دول مش غرض من أغراض topic sentence؟ topic sentence من أغراضها إيه؟ تعال نشوف كده. Introduce the main idea، بتقدم لك الفكرة الأساسية للباراجراف. ما هو انت لما جيت قلت لي هناك انواع مختلفه للارهاب، وبعدين بدات تشرحها، الجمله ده اهي عرفتني انك هتحكي عن انواع الارهاب. اكسبلينز وات ذا باراجراف، الباراجراف ده بيحكي عن ايه كده؟ عن انواع الارهاب. دي صح. ات ميكس ا كليم، بتمثل ادعاء وبعد كده نثبته. صح. طب ايه تري ستيت؟ لا، اول ما تلمح ري ستيت عايزك تفهم دي كده، كلمه ستيت دي في الاول، لكن ري ستيت دي في الاخر، يبقى دي تبع الكونكلوجن. طب 13، ايه من دول is a feature of good topic sentence، التوبك سنتنس الناجحه المفروض تتميز بايه؟ ان هي longer than what the idea requires، اطول مما تتطلبه الامر؟ لا طبعا. it is phrased in less words than، يعني اقل من الطبيعي؟ لا طبعا برضو. it always stands first in a paragraph، التوبك سنتنس بتكون او موقعها في اول paragraph. it usually لا مش usually، ده هي دايما مكانها في الاول، التوبك سنتنس دي دايما مكانها في الاول. الجزئيه دي بقى من كتاب المعاصر، طبعا الجزئيه نزلت على الجروب زي ما انت عارف. وات از ان ايسي، ايه المقال؟ من غير ما اكمل كده، المقال ده عباره عن مجموعه باراجرافات بيتكلم عن فكره واحده. ا سيريز اوف سنتنسز، لا يا باشا، اباوت وان مين ايديا، ده تعريف مين يا عم؟ سلسله من الجمل، ده تعريف الباراجراف، الباراجراف يا عم الحاج. طيب a series of paragraphs about one main idea or focus، سلسلة من الباراجرافات عن موضوع واحد، ده تعريف الإيساي. والراجل طالب مني إيه؟ طالب مني الإيساي. بس نكمل، السنتنس اللي بتعبر عن الفكرة الأساسية للبيبر للبحث كله اسمها سيسز. طيب يبقى أنا كده خلاص خدنا رقم B اللي هي دي. الجملة اللي بعدها which is the following is not، مش حقيقي عن الإيساي، مش صح عن المقال. تعال نشوف كده، it is a short formal piece of writing which deals with single subject، يعني هو شكل من اشكال الكتابه القصيره بيتعامل مع موضوع واحد. it is generally a piece of writing that gives an author's own argument، بتديني الراي او الحجه بتاعت الكاتب. it's a long، لا مش long، هي المفروض ان هي الباراجراف بيكون قصير، المقال بيكون قصير. طب it's short form of piece of writing which deals with single، يبقى احنا كده اخترنا خلاص رقم C اللي هي بتطلع بره. السؤال رقم 3،
بيقول لك essays are، طبعا الكلام مش واضح بس انت اكيد تقرا معايا، essays are pieces of writing that sometimes require doing research. الابحاث ديت عباره عن حاجات مكتوبه المفروض بيتطلب بحث، الطبيعي انه طيب hard to write، صعب انك تكتبها؟ لا مش صعب. flexible because you can use only narrative style، انك انت بتستخدم فقط الاسلوب الروائي، لا ده انا بستخدم الروائي وبستخدم الاكسبوزيتوري والارجومنتيتيف والبرسويسيف، يبقى دي غلط. single paragraph piece يعني قطعه ادبيه عباره عن paragraph واحد، لا طبعا ده انا عندي على الاقل ثلاثه، واحد introduction وبعدين body وبعدين conclusion، يبقى الاجابه الصح يا فندم هنا رقم ايه؟ في رقم اربعه بقول لك ايه نوت از ا فيري لونج ايساي. هو عايز نفرق بين الارتكل والايساي والسيزز والبيبر. طب ما نيجي اقول لك عليهم سريعا كده. عايزك تميز بين الاربع حاجات دول، الايساي المقال. الايساي ده عباره عن ايه بقى؟ a piece of writing، هو جزء كتابي by ركز a student يعني بواسطه طالب as a part of a course يعني كجزء من عمليه الدراسه، ده الايساي. طب بالنسبه للارتكل، الارتكل ده مميز ومحدد، بيكون بيقول لك ان مقال بيتنشر في نيوز بيبر، نيوز بيبر يعني جريده، او في ماجازين، ده لطيف وسهل وما فيهوش اي قضيه ولا هو هيلخبطك. طيب عندك حاجه كمان اسمها السيسز. السيسز دي بقى بص تعريفها كده، very long essay، ده رقم واحد. الحاجة التانية بيكون part of advanced university degree يعني درجة جامعية متقدمة زي الماسترز ديجري والبي اتش دي، الحاجات دي كلها كده. طيب الحاجة الأخيرة بقى البيبر. ايه البيبر؟ البيبر دي اللي بنسميها ورقة بحثية. اجيب لون تاني، البيبر دي اللي هي الورقة البحثية دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن مقال، عن ايساي يعني، الطالب بيكتبه بعد دراسة جزء معين، an essay by someone after studying specific topic. يبقى الايساي المقال ده جزء بيكتبه الطالب كجزء من الكورس اللي هو درسه. طب الارتكل بتنشر في جريدة أو مجلة. طب السيسز very long essay، مقال طويل جدا يعني رسالة ماجستير ودكتوراه. طب البيبر ده جزء أو مقال بيكتبه الطالب بعد دراسة جزء معين في مادة معينة. طب ما تيجي نشوف كده الراجل بيحكي عليه هنا، بيقول لك يبقى a very long essay، ما دام قال لي very long essay يبقى ده أكيد قصده على السيسز. طب التانية a piece of writing about particular subject in a newspaper، يبقى ده article مريحني كده من a newspaper. طيب a piece of writing written by a student as a part of a course، كجزء من الكورس، يبقى تعرف ان ده اسمه البيبر، جزء من الكورس of a study، لا ده مش البيبر، ده الايساي المقال. طب نشوف اللي بعدها كده، جزء مكتوب بواسطة طالب اللي درس subject or part of their research، يعني طالب درس جزئية معينة او ان دي جزئيه من بحث طالب عمله، ده اسمه البيبر. يبقى عندك اربع تعريفات دول احفظهم. طيب بعد كده is not main part of an essay، مش جزء من اجزاء المقال. والله المقال فيه introduction وفي body وفي conclusion، لكن coherence دي من خصائص المقال، الاتساق ده من خصائص المقال. is the last paragraph، اخر paragraph، يبقى الخاتمه اللي اسمها concluding sentence، concluding paragraph او conclusion. طيب starts with the attention grabber of the essay، بيبدأ بالاتنشن جرابر اللي هو مين؟ الانترودكشن. ما هو الانترودكشن هي اللي فيها اتنشن جرابر مش البودي ولا الكونكلوجن. ستارتس ويز توبيك سنتنس، يبقى ده البودي يا استاذ، البودي باراجراف. ما احنا قلنا البودي فيه توبيك سنتنس، سبورتنج سنتنس، كونكلودنج سنتنسز. طب اللي بعد كده التايتل اوف ان essay، التايتل عنوان المقال، كاتشز ذا ريدرز انترست، بيجذب انتباه القارئ. طب بيساعد القارئ انه يتنبأ الموضوع عن ايه؟ برضه. طيب is written as a full sentence، قال لك انه ما بتكتبش كجمله كامله، يفضل العنوان ما يكونش جمله كامله. اصلك مش هتكتب لي مثلا عنوان مثلا مثلا ايه الحيوانات البريه التي تعيش في الصحراء، انت كده كاتب لي جمله كامله. لا المفروض تكتب لي حيوانات الصحراء البريه، حاجه خفيفه خفيفه كده، يبقى كده اي اند بي. طيب الجمله او الصفحه اللي بعد كده بيقول لك which of the following is not a feature of a good title، مش من خصائص العنوان الجيد. طيب coherent، very long، concise والaccurate يعني دقيق ومختصر ومتسق، لكن very long دي مش من خصائص العنوان الجيد، بيكون قصير.
انتروداكشن اوف ان اي سي. الانتروداكشن بيكون فيها توبيك سنتنس، لا يا فندم دي تبع البودي، التوبيك سنتنس دي بودي. طب ري ستيت، لا ما دام ري ستيت يبقى دي مكانها الكونكلوجن. طيب اهوك وفوكس ستيتمنت وباك جراوند اند سيسز، من غير ما نكمل ليه؟ ما هو الانتروداكشن بيكون فيها جمله جذب انتباه، وبيكون فيها ستيتمنت للسيسز، وبيكون فيها باك جراوند. الكلام ده مظبوط. طيب اللي بعد كده، البودي باراجراف اللي في الايساي هاز، البودي باراجراف في اي مقال بيكون فيه ايه؟ البودي عند توبيك سنتنس، سبورتنج سنتنس، كونكلوجن. توبيك سنتنس، ايفيدنس، اناليسيس، كونكلودنج سنتنس، دي مظبوطه. طب ريستيتد، لا دي مكانها الكونكلوجن. طب هوك، دي مكانها الانترودكشن. يبقى انا كده اخترت الاجابه رقم ايه؟ اللي هي دي. طيب يا مستر، هو انت مش قلت لي توبيك سنتنس وبعدين سبورتنج سنتنسز؟ هو قال توبيك سنتنس وقال كونكلودنج سنتنسز، امال مين دول؟ ما هو حضرتك اللي في النص السبورتنج سنتنس، الجمل الداعمه بتكون تحليل وادله وامثله واحصائيات، اكتب زي ما انت عايز. Are the most important characteristics of an essay. اي مقال بيتسم بكم صفه؟ خصائص. انت هنا بتتكلم عن خصائص المقال. التوبيك سنتنس، لا دي حضرتك من عناصر المقال. ريستيتد فوكس، ده حضرتك من عناصر المقال. الهوك دي برضو عناصر المقال. ما احنا قلنا اي مقال عباره عن ثلاث عناصر، انترودكشن، بودي، كونكلوجن، وكل عنصر من دول في تحته عناصر فرعيه. يعني الانترودكشن فيها هوك وفيها سيسز وفيها باك جراوند كده. لكن خصائص المقال ان هو يكون فيه اتساق والشمول والوحده، والقصه اللي انت عارفها هنشرحها في جزء ثاني ان شاء الله. طب هاو ماني باراجرافز should you have in your essay؟ السؤال ده سؤال يعني ايه، تحس انه مستفز كده. بيقول لك كم عدد الباراجرافات المفروض تبقى موجوده في اي مقال. بص انا مثلا هتكلم عن ثلاث افكار فرعيه، حلو؟ فالطبيعي ان هيكون عندي مقال انترودكشن ومقال كونكلوجن، والثلاث افكار فرعيه دول يعني عندي ثلاث باراجرافات في البودي. تاني كده، تاني انا هكتب مثلا عن ثلاث، خلينا نقول عن خمس افكار فرعيه، حلو؟ يعني انا عندي خمسه باراجراف في البودي. اللي عرفني، ما هو كل فكره من دول بتناقش او بناقشها في باراجراف. بناء على ذلك عندي واحد مقدمه، وعندي واحد خاتمه، وعندي خمسه بودي. يبقى كده بقوا خمسه، سته، سبعه. يبقى انا كده عندي المقال ده يبقى سبعه. طب افرض انا عندي اتنين فكره فرعيه زائد مقدمه زائد خاتمه، يبقى دي اتنين، تلاته، اربعه. طب ارجع كده، الراجل بيقول لك كم عدد الباراجرافات اللي انت المفروض تكتبها؟ احنا مش عارفين. عادي، يبقى it doesn't really matter but at least there must be three paragraphs. مش مشكلة كم واحد، بس على الأقل ثلاثة، اللي هم introduction body conclusion. الكلام ده كله بالفهم هيتحل. طيب a conclusion essay has، ال conclusion بتاعت المقال فيها topic sentence، عايزك تحفظ معايا topic sentence و evidence، لأ الناس دي مكانها في البودي. طيب restated، ما دام restated من غير ما تكمل يبقى conclusion. هوك، لا الهوك الخطاف ده بيكون في اول المقال حضرتك في الانترودكشن، والناس دي الكاركترستكس اوف رايتنج ان اساي. يبقى الاجابه كده مين؟ انت قلت لي الكونكلوجن، ادي الكونكلوجن، ريستيتد، سيسز، وتشالنج، والحاجات دي كلها. ذا فيرست باراجراف، او الباراجراف الاولاني اسمه انترودكشن. طيب بعدها بيقول لك ذا فيرست سنتنس اوف ان اساي، اول جمله في المقال از اتس، الاول جمله الكونكلوجن دي في الاخر. طيب البودي باراجراف برضو مكانهم الاخر. طيب الانترودكشن لحضرتك هنا الراجل بيقول لك ايه؟ جمله. هو في جمله اسمها المقدمه؟ لا، الخطاف. ما احنا قلنا اول حاجه بنخطف انتباه القارئ، وبعدين نديله الباك جراوند بتاعتنا، وبعدين في الاخر خالص بنعمل ستيتمنت للسيسز. العناصر دي عناصر المقدمه، ارجع لفيديو الشرح لو انت مش واخد بالك. ذا لاست باراجراف، اخر باراجراف في المقال اسمه كونكلوجن يا باشا، من غير ما اكمل قراءه اصلا. الموضوع خلصان. طيب ادخل على اللي بعد كده. ذا ميدل باراجراف، الباراجرافات اللي في النص في المقال اسمهم هوك، اسمهم بالك يا عم، وساعات بنقول لهم بودي. انا عايز واحده من الكلمتين دول في الاختيارات، ادي بودي باراجرافس. ان ان اساي باراجرافس ار سيبريتد، الباراجرافات بنفصلها في اي مقال، بنفصل الباراجرافات باستخدام ايه؟ space lines ولا intendations ولا there is supposed to be only one paragraph. المفروض يكون ما فيش حاجه اسمها باراجراف واحد، المفروض ان يكون مقدمه وبودي وخاتمه، على الاقل ثلاثه، فدي بره اللعبه. طيب space lines اللي هو التباعد اللي بين الاسطر، يعني ايه تبقى ان السطور مش هنركبها في حته فاضيه اهي زي ما انت شايف اهو. والحاجه الثانيه الاندنتيشن، يبقى اذا عندي ايه اند بي الاثنين دول صح. يبقى لما انا افصل مفصل الباراجرافات بتاعت المقال بفصلهم بسبيس لاينز، يعني مسافه بين السطور،
وبس بفصلها بالاندنتيشن اللي هي الجزئيه اللي في اول الباراجراف اللي تكون الحته اللي بالنص سنتي اللي بنسيبها فاضيه. طيب بعد كده في رقم 24 is not included in the introductory المقدمه، ايه اللي ما يكونش موجود في المقدمه؟ الثيسيس موجود في المقدمه وبنعمل له ستيتمنت، الباك جراوند بعدها على طول، الهوك معانا يبقى التشالنج، التشالنج ده مكانه فين؟ ده في الكونكلوجن الخاتمه. اهوك بنسميها الهوك بنسميها اتنشن جرابر رقم ايه. طيب بعد كده الهوك كان بي، الهوك ده ممكن يكون اكسكلاميشن جمله تعجب، في مسكوت، ينفع يكون في مسكوت يعني ايه؟ يعني اقتباس. طب تايتل العنوان؟ لا طبعا العنوان واحد بس، يبقى كده ايه اند بي. الرايتر بيبدا الايسي بالهوك علشان determine the topic of the essay، يحدد الموضوع ولا يجذب انتباه، اسمه اصلا attention grabber، هي اسمها اصلا جملة جذب الانتباه فاكيد attention grab. is the topic or subject of an essay، الموضوع بتاع المقال the thesis اللي هي مين بقى؟ attention grabber، focus statement، ولا background، ولا ال evidence. بص انت الموضوع بتاع المقال ده اسمه thesis. حلو، السيز ده هي الجملة الرئيسية في المقال، يعني الجملة اللي عليها الفوكس كله، فبنسميها فوكس ستيتمنت. يبقى فوكس ستيتمنت دي هي السيسز. طب الاتنشن جرابر دي هي الهوك. ذا نوت از ا بارت اوف ذا انتروداكتوري، جزء من المقدمة. اولا ايفيدنس دي هنطلعها، وعايزك تحفظ الكلمتين دول، ممنوع نكتب تفاصيل في المقدمة، المقدمة ما بكتبش فيها تفاصيل، ركز في كلامي كويس. طيب الموديفايد سيسز، لا الموديفايد المعدله دي مكانها الكونكلوجن. طب التحليل ده مكانه فين؟ البودي، ما هي التفاصيل كلها في البودي، يبقى انا كده عايز باك جراوند، ودي جزئيه من الانترودكشن فعلا، ما احنا متفقين الانترودكشن فيها هوك باك جراوند وسيسز ستيتمنت. طب ايه الان اساي؟ باك جراوند، الباك جراوند نيسيسيري ان اوردر تو، ايه لازمه الباك جراوند؟ تعال نقرا الاربع جمل دول ونشوف كده واحده بواحده. اول واحده انكريز ريدرز اويرنس، بتزود وعي القارئ بالموضوع اللي انا هشرحه. بتجعل القارئ conscious of pros and cons of reading، بتخليك واعي لاهميه القراءه ومميزاتها وعيوبها، مش هحكي لك عن القراءه انا. بتخلي القارئ واعي ب what was، بما تم مناقشته، لا ده انت لسه هتناقش. طيب enable readers to predict when to stop، يتنبأ متى يقف، لا احنا مش عايزين يقف، احنا عايزين يكمل القراءه، يبقى الاجابه رقم ايه؟ طيب اللي بعد كده ايه من دول is true about thesis statement، الثيسيس ايه من دول بيحكي يعني صح عنها؟ it is a sentence or a group of sentences which state what the main idea of an essay is، هي عباره عن الجمله او مجموعه الجمل اللي بتقول لك الموضوع بيحكي عن ايه. it is addressed and defended in the body paragraphs and the conclusion، تم مخاطبتها والدفاع عنها في البودي والخاتمه. ايوه طبعا، ما انت بتقول السيسز ان مثلا مشكله التلوث، وبعدين بعد كده بتدافع عن فكرتك عن طريق الشرح، ده صح برضه. is one or two sentences that express the main point، برضه جمله او اتنين بتعبر عن الفكره الرئيسيه، يبقى كده عندك A B C كلهم صح. طيب بعد كده it's one of the functions of a thesis statement، واحده من وظائف السيسز ستيتمنت. تعال نشوف كده grab readers attention، لا حضرتك دي الاتنشن جرابر اللي احنا سميناها هوك، دي بتجذب انتباه القارئ، مالهاش علاقه بالسيسز. اكت از رود ماب، بتمثل خريطه الطريق اللي بتخبر القارئ ما يتوقع ان يقراه في المقال. ايوه، ما هي دي الفوكس سنتنس او السيسز سنتنس اللي بتعبر لي انا هقرا عن ايه، الموضوع عن التلوث مثلا. طب كونكلود باراجراف، دي الختام طبعا. اكت از بريدج ذات كونكتس سنتنسز اند باراجرافز ان ذا اساي، بتمثل كوبري بيوصل الجمل ببعضها، دي اللي هي ترانزيشن ووردز اللي كنا قلناها قبل كده. making a claim is one of the functions of، انها تعمل ادعاء، ده وظيفه من وظائف مين؟ السيسي ستيتمنت او التوبيك سنتنس، انا مديني سيسي ستيتمنت اهي. ار بارتس هما جزء من البودي، من البودي هنا التوبيك سنتنس معانا، الفوكس ده كونكلوجن، الايفيدنس ده تبع البودي، بشرح في البودي الايفيدنس، سبورتنج ديتيلز دي طبعا تبع البودي. طب انا كده عندي دي بودي ودي بودي، قلت لك دي بودي، يبقى هو عايز اكسبت ما عدا الموديفايد فوكس ده كونكلوجن. اسمع السؤال تاني كده، كل دول جزئيات من البودي ما عدا الموديفايد فوكس لان تبع تبع الخاتمه. هنقف كده كفايه في المعاصر، عشان المعاصر طبعا بيتعمق في الموضوع اكتر من اللازم وبيأفور، وهنبدا نخش على اسئله كده ملهاش علاقه بالحوار خالص، لكن هحل برضو جزئيه اسئله تانيه بكره ان شاء الله، عشان تكون انت سمعت الفيديو وذاكرته.
جزئيه اسئله تانية انا هنزلها بي دي اف في الجروب قبلها وانزل احلها ان شاء الله على طول، بحيث يبقى احنا كده تناولنا الامور بشكل دقيق. اسمع كده واستمتع، وعايزك ما تعديش سؤال غير لما تفهمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.